الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معشر السادة الوزراء الكرام والمحترمين، معشر السيدات الوزيرات الكريمات والمحترمات، كما جرت العادة نبدأ دائما بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، سائلين ربنا أن يدوم لنا بنعمه وبفضله ويعيد أمثال هذا العيد على أمير المؤمنين وعلى الشعب المغربي والجميع في أحسن حال وعلى كافة الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، ما ذلك على الله بعزيز. وكما جرت بذلك المقترح الأخير، نبدأ من الأمور الميسرة ونستفيد من حضور السيد وزير الخارجية معنا الذي بدون شك يوجد في جولتنا في الرباط. ونبدأ اجتماعنا بدراسة اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية التجارية بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك موقعة بالرباط في 19 فبراير 2014، مع مشروع قانون يوافق الموجب على اتفاقية الكرة ويقدمه السيد وزير الشؤون الخارجية. بالنسبة للسيد الوزير، تنبع علينا الله يجزيك بخير في العزاء بالنسبة للسيد المسؤول القنصلي ديالنا في أفريقيا الجنوبية اللي مع الأسف امتدت له أيادي الإجرام. ما نقول والو دابا حتى نعرفوا تحقيقات شنو غادي تعطي، ولكن رحنا مألمين بطبيعة الحال. هذا مواطن مغربي كان يقوم بواجبه في بلد بعيد، نطلب الله يرحمه هو وتنبع علينا الله يخليك بالنسبة للأسرة دياله